مشاهدينا في جميع أنحاء وطننا العربي الشقيق 22 قطر من المحيط إلى الخليج، بحييكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أستاذ في الطب، وحلقة مختلفة كل يوم سبت في ساعة مع وائل البنا. ونصيحتي دايما للحوامل وللسيدات في هذا التوقيت، لأن دايما بتسائل كتير جدا، ودايما للمرة المليون هقول للناس على البيج على الفيسبوك إحنا يعني بنصل ل 2 مليون مشاهد أو متابع أو فولور على الفيسبوك، وحوالي 300,000 إعجاب، ده غير الكومنتات اليومية والرسائل اللي بتتبعت بشكل كبير جدا. وكل الناس بعتها: دكتور أنا في عيد الأضحى اللحمة غلط ولا صح أكل، مش عارف، أنا بحب أكل الممبار، أنا بحب أكل كذا، طب أنا حامل وبتوحم على نفس القصة السنوية. في عجلة سريعة، اللحمة ما تبقاش نص سوا. في ناس كيفت انها تاكل لحمه نص سوا، او يعني السوا بتاعها مش مظبوط، او اقل كمان من نص سوا. انا حابب اقول ان اي واحده هتعمل كده وهي حامل هي في كارثه، او هي على وش حمل هي في كارثه. ليه؟ لان ثبت علميا، واللي الناس لازم تعرفوا تطلع الموضوع ده من دماغكم، واحنا عملنا ريبورتاج للموضوع دوت وهنوريه لكم، ان مرض القطط. يا دكتور انا عندي قطه والقطه دي هي اللي هتسقطني، يا دكتور انا عندي قطه ارميها ولا موتها؟ ترمي ايه وتموتي ايه؟ عندك قطه نظيفه مش هتعمل لك اي حاجه، مفيش حاجه اسمها مرض القطط، والقطط هي اللي بتعمل قطط بريئه، براءه الذئب من دم ابن يعقوب. طب الموضوع ايه؟ اللحمه النص سوا دي بتبقى موجود فيها طفيل اسمه التوكسوبلازما. التوكسوبلازما ده بيجهض الاجنه، ولو ما اجهضهاش يشوهها. يعني لو حصل ان حصلت اصابه منه، وطبعا الشوام كلهم بياكلوا ده، بياكلوا الكبه النيه، بياكلوا اللحمه النيه، وانا قلت الموضوع ده وسرته في الاعلام كتير جدا، وحتى في الاعلام اللبناني اثرت هذا الموضوع، ان موضوع الكبه النيه والحاجات النص سوا والحاجات اللي بناكلها في مصر والممبار والمش عارف ايه، كل دي حاجات ممكن تنقل توكسوبلازما اللي هي ممكن تجهض الاجنه، واللي ممكن اصلا اي بنوته او اي مدام يعني في اول مقتبل الجواز بتاعها تعمل لها كارثه كبيره جدا، او حتى انسه وداخله على جواز في خلال فتره الاعياد تخلي بالها جدا، لان ممكن تتفاجئ ان ممكن يكون اول حمل ليها بسقط. وموضوع السقط ده انا لازم هخصص له حلقه، لان انا بحس ان الست اللي عندها اجهاض متكرر دي انا ببقى حاسس بمعاناتها، هي بتجي لك عامله زي وكيل النيابه بتحقق معاك، انا سقطت ليه؟ وكل لما احمل اسقط ليه؟ وكل لما اجيب بيبي يسقط ليه؟ اشرح لي. وتيجي معاها تحاليل قد كده، فحوصات قد كده، وانت يعني المفروض ان انت في خلال 5 دقايق لازم تكون قايل لها انت بتسقطي من كذا. فطبعا انا هخصص حلقه كامله للاجهاض، ولكن دي كانت نصيحتي للحوامل والسيدات، اللحمه النص سوا في العيد خلي بالكم منها جدا. نستكمل حلقة الأسبوع السابق عن أمل وحلم الخلفة للعديد من الجمهور أو من جموع السيدات والرجال، وقد إيه أن الخلفة والسند والولد في المجتمعات العربية غاية في الأهمية، وممكن على أساسها يبقى في طلاق أو زوجة تانية، وممكن أصلاً ذات نفسها الزوجة التانية هي اللي تكون بتسعى لحلم الخلفة عشان تبقى تتساوى بالزوجة الأولى، وده بنشوفه يومياً. ولو حبيتوا تعرفوا المجتمع حقيقياً لابد أن تعرفوا عيادات النساء والتوليد. وقلت ولازلت بقول وحقول إن الحقن المجهري بقى أسهل من الزايدة، والحقن المجهري لا يلزم إن إحنا نتكلم عنه بتعقيدات، أو إن إحنا نقول إن دي اختراع، كان اختراع من 15-20 سنة، كان اختراع، لكن حالياً هو مش اختراع، بس بقى في تكنولوجيز او بقى في تقنيات احدث نشتغل عليها في الحقن المجهري عشان نطلع اجنه افضل في برنامج اسمه جنين سليم. ودي حاجه بتبقى مهمه جدا للسيدات اللي بتجهض. وقلت وهقول ان لما ينزل منك الجنين في التويلت او ينزل منك في اي مكان وتبقي مصدومه وبتبكي والناس تنسى، وكل واحد يقول لك لا انا مش هشرحه، لا انا مش هعمله، انا اروح ادفنه، ده الخطأ كبير يقع فيه الجميع. والدكاترة
عشان مش عايزه تخش مع العيانين في هصل او في مشاكل وتقعد تتكلم معاه وتقول له والله انت لازم تودي العينه دي تحللها ولازم نحلل الجنين عشان ندفع فلوس زياده عشان مش لا او في ناس تقول لك لا انا ما حللش ابني ده يعني توفى كده يبقى خلاص ندفنه كده وخلاص والحمد لله ومش تشريح لا يا دكتور تشريح لا يا دكتور مثلا وتلاقي الناس تبكي وتقعد تعيط كل شويه ويحصل الاجهاض الاولاني وما يحللوش الجنين والاجهاض الثاني وما يحللوش الجنين والثالث وما يحللوش الجنين ليه فانا برا ان تحليل هذا الجنين something very important او شيء مهم جدا لان لو الجنين ده مشوه خلقيا يبقى انتوا بتجيبوا بيبيهات مشوهه خلقيا ولقد رايت ذلك بعيني ان واحده بتسقط 10 مرات هما وهي وجوزها قرايب ولدرجة ان لما حملوا في بيبيهات لما جت البيبيهات ديت كانت المخ مشوه لدرجة ان ما كانش حد في عيلتهم بياكل معاهم في طبق واحد لان كانوا متخيلين الست دي معدية بحاجة هم مش عارفينها فكانت بالنسبة لهم سيدة منبوذة وهذا يحدث وفي الصعيد في حين ان الموضوع بسيط جدا لما احنا نعرف ايه النوعية بتاعة الجنين اللي نازل هل في التهاب هل في فيروس هل هذا الجنين مشوه خلقيا؟ فإذا كان مشوه خلقيا وإن الزوجين دول بيجيبوا بيبيهات مشوهة خلقيا شرع لنا الحقن المجهري في برنامج جنين سليم يعني إيه؟ يعني أعمل حقن مجهري بس؟ لأ حقن مجهري ده زي ما هنشرحه النهاردة مجرد إن أنا بحط أجنة لأ أنا لازم أفحص الجنين ده قبل ما أزرعه ودي للست كده شهادة أو سيرتيفيكت ان البيبي ده ما عندوش لبله منغولي ولا تخلف عقلي ولا او المرض اللي هم بيجي لهم بس مش في كل الامراض لان في امراض زي مثلا تكيسات الكلى عند الجنين واكم من الحالات اللي بشوفها كده واكم من الحالات اللي انا بشوف ان في انسدادات والى اخره ومشاكل في المثانه وبنعالجها للجنين جوه بطن امه بنجد ان البيبي اللي عنده تكيسات في الكلى ده في جينات كتير جدا مسؤوله عن الموضوع دوت فلو جينا عملنا برنامج الحقن المجهري لاستبعاد الاجنه اللي فيها تكيسات على الكلى هتبقى كلفتها عاليه جدا لان الجينات دي فحصها كتير قوي لكن في حاجات فحصها بيبقى سهل قوي وبنقدر نتغلب فيها على المشكله من اساسها والحمد لله نجحنا في هذه الحالات وكانت بيبقى مرحله من المشاعر اللي بتتولد في هذا التوقيت ان احنا بنبقى كلنا فخورين بالعمل اللي احنا عملناه دوت مع الكابلز دول او مع الزوجين دول. هنتكلم النهارده في تكمله للحلقه السابقه مشاكل العقم والتي تؤدي الى عدم الانجاب وبنضطر ان احنا ناخد فيها قرارات للحقن المجهري. طيب اول حاجه اتكلمنا عنها كانت الانابيب وعرفنا ان الانابيب دي لو مسدوده هما الاثنين احنا مستحيل ان احنا نعمل اي حاجه للانابيب الاثنين دول خلاص دول اتقفلوا مستحيل البويضه اللي موجوده هنا في المبيض دي تطلع هنا وتخش والحيوان المنوي يجي من المهبل ويقابلها ويتزرعوا في المنطقه دي اتس فيري هارد ما مش هيحصل امبوسيبل واتكلمنا على عمليات تسليك الانابيب النهارده عايز استكمل المشكله لما تبقى في المنطقه دي اللي هي المهبل واحنا كنا خصصنا حلقه عن الختان عاملة صدى رائع على السوشيال ميديا واللي ما شافهاش يخش على الصفحة ويشوفها أو على اليوتيوب تشانل ده المهبل زي ما حضراتكم عارفين وهنا القضيب بيدخل في هذه المنطقة ويقذف الحيوانات المنوية اللي بتفضل هنا عند عنق الرحم وبتبدأ تطلع واحدة بواحدة عشان تقابل البويضات أول حاجة لو الست معمول لها ختان سيء وقافلين أصلا المهبل من بره خالص دي واحدة من أسباب عدم الخلفة لو الست عندها غشاء بكارة مقفول دي واحدة من أسباب عدم الخلفة لو غشاء البكارة عالي وعند منطقة عنق الرحم اللي هو بالعرض هنا قافل دي سدة ولو في ورم ليفي مدلدل من عنق الرحم كده هو وقافل المنطقة دي ده سواد أنا شفت حالات كده وجات لنا من أفريكا ومن السودان وكأننا لما عملنا العملية احنا بنولد ورم ليفي من ست بنولده ورم ليفي كده بنولده عشان نفتح المنطقة دي عشان يكون في امل للخلفة طيب لو عنق الرحم هنا فيه التهاب وافرازات مهبلية طويلة
كثيرة يعني لفترات طويلة، وكنا قلنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها عن الإفرازات المهبلية قد إيه هي ممكن تعمل مصيبة في عنق الرحم وتعمل سرطان في عنق الرحم على اللونج تيرم لما يتولد الفيروس الحليمي اللي اسمه HPV اللي فيه سيدات مثقفات and they are very well educated وعارفين الموضوع دوت وبيعملوا تشيك اب ومسحة من عنق الرحم على نفسهم لأنها ليست رفاهية. دي ست مش مرفهة اللي بتروح تعمل تشيك اب على نفسها، مش مرفهة ابدا، دي ست مثقفة. وفي ناس كتير رجالة، الرجالة بعد سن 40 سنة و42 سنة لازم يعملوا منظار شرجي عشان يطمنوا انه ما يجيلهمش سرطان قولون. يقول لك لا 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 اعمل منظار شرجي ايه ده، عيب. عيب ايه؟ انت لازم تطمن على القولون بتاعك، لان الرجال غير سرطان الرئة اللي الناس في نص الفنانين اللي موجودين في مصر وربنا يسترنا، وده اكيد مش بس من دافع التدخين فقط، اكيد التدخين مع التلوث. يعني احنا وصلنا في القاهرة الى درجة رهيبة من الملوثات اللي اصلا انا معتقد ان هي بتأثر على الكواليتي بتاعت البيضات و الاجنة، ولكن ما نقدرش نقول شيء زي دوت او نقوله اعلاميا الا لما نكون معانا بحث علمي قوي، ولذلك احنا نطالب البحث العلمي انه يشوف لنا تأثير هذا التلوث. لكن اللي فرشور الجانج فود او الاكل اللي بيتاكل، الاكل ده سيء جدا ومليان هرمونات، والفراخ محقونة بهرمونات، والعلف في اللحوم يعني شيء صعب يعني. anyway، فلو انا عندي الفيروس الحليمي اللي هو مبوظ عنق الرحم هنا، الحيوانات المنوية مش هتقدر تطلع. طيب لو زوج، ولما بتكلم عن زوج بتكلم عن العزة، لما تيجي تكلمه في خلفة صعب قوي اللي هو يعني انا كنت مخلف قبل كده وحضرتك زوجة تانية، روحي شوفي نفسك. لا، انت كنت مخلف قبل كده من سنة او من سنتين، انت في السنة دي خدت ترامادول وحشيش و الى اخره، انت في السنة دي دخنت ياما، انت في السنة دي ما لعبتش اي رياضة، انت في السنة دي عمال تاخد دهون وكوليسترول، انت في السنة دي كرشك بقى 3 أضعافه، انت كل حاجة من الحاجات دي كلها. فمش عيب ان انت تعمل سائل منوي، ومش عيب تحليل سائل منوي، ومش عيب لما يطلع تحليل السائل المنوي ان احنا نقول ان عندنا مشكلة، لان ملف الخلفة هو انت وهو والدكتور، ولازم احنا التلاتة نتفق ان احنا ننجح. ما ينفعش واحد مش عاوز ينجح في الدايرة دي، ولازم احنا التلاتة نحاول غصب عن عين حماتك او حماه ايما كان او الكارهين، هنحاول واسمها محاولة. لما تكون داخل تعمل عملية دفنت او رئيسية، انت داخل تشيل ورم، فانت بتقول العيان او العيانة انا داخل اخد الورم ده واطلع بيه. لكن انت لما بتعمل حقن مجهري او بتعمل مساعدة في الاخصاب اسمها محاولة، لان في ستات بتجيلك تكلمك كأنها ربنا، ان انت ربنا، انا عايزة عيال واخرج بيهم وانا خارجة. It is not a supermarket، يعني ده مش سوبر ماركت. On the other hand، او في يعني في 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 المقابل، ان في بعض سيدات بتتخيل اصلا كمان ان انت بعد لما انت تعمل حقن مجهري ان هي الجنين لازم يبقى سليم، وناقص ان هي تقول لك اديني ضمان وانت بتعمل له الفور دي. انا عايز الضمان، هو كويس كل حاجه فيه يا ستي؟ والله كويس. طب اديني ضمان، يعني مش قادر اتخيل ضمان 2014 وضمان 2015 على عيال. سو اني هاو، او باي طريقه ما، نرجع للموضوع ان احنا هنا لما نلاقي الحيوانات المنوية عند الزوج الحركة بتاعتها ضعيفة جدا، والحركة السريعة الامامية، مش ان الحيوان المنوي يتحرك في مكان، وانا عايز يتحرك forward progressive movement، حركة سريعة امامية، او في تشوهات كبيرة جدا، حيوان منوي براسين بديلين whatsoever، هنعمل ايه؟ شرع لنا شيئا يدعى باسم التلقيح الصناعي، يلعب بيه الناس او التجار اللي موجودين في الماركت او في السوق الطبي، لان هو سوق طبي حتى في العالم كله، هو سوق طبي. يعني انا بتستغرب من الناس اللي دايما بتقول وانها التجاره والطب التجاره، هو اتس ا ماركت
في العالم كله، انت بتروح لدكتور في كاليفورنيا ممكن تسيبه وتروح لدكتور في نيويورك. يعني هو موضوع يعني في ماركت، بس الماركت ده لازم يكون ليه ايثكس، لازم يكون ليه اخلاق زي الاعلاميين. هو ماركت بتتفرج على ده وبتتفرج على ده وبتتفرج على ده، لكن في الاخر انت اللي بتختار، لكن لابد ان يكون في اخلاقيات في المهنه في اي مكان ما. لذلك التلقيح الصناعي ده الناس اللي في السوق بيعملوا ايه بقى؟ يقول لك لقد قمت بعمل عمليه التلقيح الصناعي، ولا خش العمليات. عمليات ايه ده؟ العمليات ولا حاجه، ده اجراء سهل جدا بسيط خالص، اتس فيري سمبل، بيتعمل في قلب العيادات. تعالوا نشوف الفيديو، نتفرج على فيديو التلقيح الصناعي ازاي بيتم واحنا بنعمل فيه ايه. ادي الحيوانات المنويه بعد لما الزوج خدها، يعني ادانا الحيوانات المنويه، بنحطها اندر ذا مايكروسكوب او تحت الميكروسكوب وبنتفرج على الحيوانات المنويه دي شكلها عامل ازاي. شايفين بطء الحيوانات المنويه في الحركه؟ اتس فيري سلو او بطيئه جدا في الحركه بتاعتها. احنا ازاي نساعد الزوج دوت؟ هنعمل كالاتي، هنحطها في السنترفيوج او في المعمل، وبنبدا نحط عليها مواد مغذيه او اسمها ميديا يعني، او مواد مغذيه، ونبدا نسرع حركه الحيوانات المنويه، بناخد افضلهم اللي بيطلع افضلهم، وبنبدا ان احنا نحطه في سرنجه او في انبوبه، والسرنجه ديت بتبقى متوصله بانبوبه رفيعه جدا 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 عشان دي بتخش جوه عنق الرحم. اذا اول حاجه احنا عملناها ان احنا هنبص على الحركه هنا، شايفين الحركه بقت سريعه جدا للحيوانات المنويه، ده سوت بيبقى، وهذا ما نريده. ليه احنا عايزين ده؟ عشان تطلع لحد فوق. بندخل القسطره الصغيره دي اللي حضراتكم شايفينها، ونحقن الحيوانات المنويه اللي بتمشي في منتهى السرعه وتروح للانبوبتين يمين وشمال عشان خاطر ان هي تقابل البويضه. الفيلم المعروف دايما، وقابلت البويضه والبويضه مش عارف ايه ولقحت وعملت جنين وده قصه معقده جدا يعني، لكن هي كل الناس بتتكلم فيها. فكريا هو الحيوانات المنويه دي فيها ماده اسمها الاكروسومال، يعني الماده دي هيالورونيك اسيد اللي موجوده على البويضه او جدار البويضه، دي قويه جدا. الحيوانات المنويه بتبدا تكسر في الجدار لحد ما بيخش حيوان منوي واحد يخترق البويضه. اذا عمليه التلقيح عمليه سهله قوي، البويضات لما تبقى جاهزه عند الدكتور ويبدا ان هو يفجرها، بنبدا ان احنا نحقن الحيوانات المنويه دي في قلب العيادات. اجراء سهل جدا وكلفته مفروض، الماركت يختلف من واحد، لكن مفروض تبقى حاجه عبيطه جدا. روح فاصل ونرجع.